استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. استقبل كبار أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين في الدولة، حيث رفعوا إلى جلالته خالص التهاني والتبركات وأطيب التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها العزيز بالخير والرفعة والتقدم. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وبادلهم التهنئة بهذا الشهر الفضيل، شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ومشاعرهم النبيلة ودعواتهم الصادقة. وأعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بالجهود المخلصة لرجالات البحرين وأبنائها الكرام وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مساعي التنمية والبناء في كافة مجالات العمل الوطني بهدف خدمة مملكة البحرين وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في الميادين المختلفة، سائلا الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على شعب البحرين والمقيمين على أرضها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأكد جلالته أن شهر رمضان الكريم هو شهر تتجلى فيه أسمى قيم التواصل والتكافل الاجتماعي بين الجميع، والتي يحرص أهل البحرين الكرام على إحيائها بأفضل صور الترابط والتلاحم فيما بينهم باعتبارها من السمات الأصيلة والقيم الراسخة التي يحظى بها إرث المملكة الحضاري والتاريخي منذ القدم. كما أكد جلالته أن أبناء البحرين كانوا دائما وسيبقون بعون الله تعالى مثالا للأسرة الواحدة المتكافلة والمتضامنة، وستبقى مملكة البحرين واحة للأمن والاستقرار ووطنا للتعايش والتسامح يمد جسور التواصل مع كافة الحضارات والثقافات، داعيا الله عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها وأن يوفق الجميع لتحقيق كل ما فيه خير الوطن والمواطنين والأجيال القادمة. Thank you.
كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير مساء أمس سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مملكة البحرين، حيث نقل إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم إلى جلالته بموفور الصحة والسعادة. كما رفع سعادة سفير دولة الإمارات في المملكة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات. وقد بدل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سعادة سفير دولة الإمارات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط متميزة وحرص متبادل على تنمية العلاقات لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. هذا واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في مملكة البحرين الذين أعربوا عن أطيب التهاني وصادق التمنيات لجلالته بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها بالخير والمسرات والمزيد من التقدم والرقي والتطور، معبرين عن امتنانهم وتقديرهم لجهود جلالته ودوره الكبير في توضيد علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها إلى آفاق أرحب. ورحب العاهل المفدى بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة ودولهم. كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يواصلون بذلها لتعزيز مجالات التعاون بين مملكة البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة في ظل الحرص المتبادل على تحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.